للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري. أهلا وسهلا. جهود حثيثة تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرأب الصدع ووقف العنف الممنهج ووقف القتل للأبرياء في قطاع غزة. سعادة السفير، هذه الجهود تحدث عنها المجتمع الدولي، ولكن القضية الفيصلية في هذا الأمر أنه لا تهجير للفلسطينيين من أجل عدم تصفية هذه القضية. الدور المصري المنوط بهذه القضية سعادة السفير تفضل. بكل تأكيد كل الاتصالات المصرية وما يجريه السيد الرئيس ووزير الخارجية وكافة الأجهزة المصرية المسؤولة هي باتجاه فتح معبر رفح وتوصيل المساعدات الإنسانية واحتواء هذا الموقف المتفجر على النحو الذي هدد حياة الأبرياء وأسهم منذ قليل حادث المستشفى الآلي في قطاع غزة قتل بدم بارد للمدنيين وفي المستشفيات، الأمر الذي يجعل من إسراع الخطى للتوصل إلى وقف هذا العبث الذي تمارسه حكومة إسرائيلية مضطربة وأمر هام وضروري. أظن أن القمة الأولى التي ستعقد غدا مع الرئيس بايدن ستحمل له صور ما يحدث في غزة وصور المستشفى الأهلي الذي راح ضحياته أكثر من 1000 شخص. هنا أيضا علينا أن نترقب القمة الثانية التي دعا إليها السيد الرئيس ومجلس الأمن القومي والقمة الإقليمية والدولية، وكل الأطراف الدولية الآن تتصل أو تصل إلى القاهرة لتتشاور مع القيادة المصرية عن كيفية إعادة الأمن والاستقرار ووقف حالة العنف غير المسبوق الذي تؤكد ضعف الحكومة الإسرائيلية واضطرابها الشديد، الأمر الذي حتى أصدقاء إسرائيل عليهم أن يحملوها الرئيس بايدن على رأسهم، أن يحملوها عن التوقف عن جرائم الحرب التي ترتكب أمام الكاميرا وبشكل يومي ويروح ضحياتها الآلاف وآخرهم منذ قليل في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة. أمر فعلا غير مسبوق، وحكومة تتصرف واتهمها زعيم المعارضة الإسرائيلية في الكنيسة أمس أنها تسببت عبر العام الماضي كله في ممارسات أدت لانفجار الموقف على هذا النحو، الأمر الذي نأمل معه أن تقود مصر جهود الإغاثة أولا والإغاثة هذا شق آخر. سعادة السفير، بجانب الجهود السياسية التي تبذلها مصر على المستويات الدولية وفي المحافل الدولية، هناك جهود أيضا متعلقة بالجهود الإنسانية والإغاثية والغذائية. مصر ساهمت بالكثير على مر السنوات الماضية منذ بداية هذه القضية ما يقرب من 70 عام، ومصر تقدم الكثير، قدمت ما يقرب أو أكثر من 100,000 شهيد لهذه القضية بخوضها أكثر من 5 معارك مع الأعداء. سعادة السفير، جهود أيضا تتقدم أو تقدمها الدولة المصرية غذائيا من مؤسسات المجتمع المدني المصري سواء في التحالف المصري، مؤسسات حياة كريمة، الجهود ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، كيف نثمن هذه الجهود الإنسانية التي تقدمها الدولة المصرية؟ لا، هو قدر مصر، فلسطين هي جزء لا يتجزأ من الوجدان المصري، وبالتالي ما تفعله مصر هو ما هو متوقع منها سواء كان في مجال الإغاثة الإنسانية أو المساعي السياسية الحثيثة التي ستسعى أولا لإغاثة أبنائنا في الداخل في قطاع غزة، ثم الانتقال بعد ذلك في القمة التالية غدا مع الرئيس بايدن لوقف هذا العنف غير المسبوق وغير الذي يعني يجب أن تدفع له أثمان الحكومة الإسرائيلية، وبعد ذلك ننتقل إلى مسار سياسي يقود إسرائيل وأصدقائها الذين يدعمونها إلى الإيمان بأن السلام هو الطريق الوحيد، ولكن الأمل معقود حاليا على الجهود المصرية لفتح معبر رفح ثم الانتقال للمساعدات الإنسانية، وكما حدد المجلس أمن القومي منذ يومين في بيانه حل الدولتين ثم مسار القمة الدولية التي ستقود ربما لآلية نشرف من خلالها على الإغاثات وعلى إعادة الإعمار وعلى إعادة بناء الوطن الفلسطيني وتطبيق حل الدولتين في أقرب وقت. سعادة السفير، يعني قبل أن أنهي معك، أرى ونتابع ونشاهد ازدواجية المعايير، ازدواجية المجتمع الدولي في التعامل مع هذه الأزمة سواء من خلال سن تشريعات أو قوانين داخل هذه الدول وبالتحديد في بعض دول الاتحاد الأوروبي من توقيع بعض العقوبات على من يؤيد حق الفلسطينيين في البقاء. كيف ننظر ونحن في مجتمع متقدم في ألفية الثالثة لهذه القوانين المسنة أخيرا؟
لا، أنا أظن أن صوت العقل والرشد والمشاهد التي ترد لنا من قطاع غزة ستكون أكبر دليل على أن ترك إسرائيل والتماهي مع ودعمها والدعم الفج الذي مارسته دول أوروبية والولايات المتحدة عبر الأسبوع الماضي، والذي آمل أن يكون قد وصل إلى نهايته وعاد إلى صوابه، لأن إسرائيل ما لم يأخذ الغرب بيدها ويخرجها من هذا المأزق الشاق الذي تستخدم فيه القوى المفرطة وترتكب جرائم حرب عبر الساحة ولا أقول يوميا، هي أيضا التي مارست العنف عبر سنوات طويلة، ليس أمامها إلا السلام، وعلى أصدقائها أن يدفعوها نحو هذا المسار، وإلا ستكون العواقب على الجميع. نعم بالطبع بالطبع سعادة السفير، سيعود الحق إلى أصحابي وسعود الأرض. شكرا جزيلا سعادة السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق.